المؤتمر الشعبي العام لا زال موجود. الانقسامات التي يتم التحدث عنها حول المؤتمر الشعبي العام هي انقسامات أنا أسميها انقسامات جغرافية، لأن هناك مجموعة في القاهرة ومجموعة في صنعاء ومجموعة في الرياض بيعتبروا أن هناك انقسام في المؤتمر الشعبي العام، لكن كل هذه المجموعات متمسكة بالميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام. هل صحيح أن حضرتك انتقدت الأجنحة أو الألوية أو المسارات للمؤتمر خارج اليمن؟ هل حدث ذلك؟ أي ألوية؟ للمؤتمر الشعبي من خارج اليمن، يعني الأجنحة أو المنصات التي حضرتك أشرت إليها الآن. لا لم أنتقد هذه، أنا أعتقد أنه هذا واقع، وبالتالي هذا الذي نعمل على ترميمه الآن، لأنه هذا الذي أعطى الانطباع وكأننا مختلفين على قضية جوهرية. نحن مش مختلفين على قضية الجوهرية التي هي التمسك بوحدة المؤتمر، الحل السياسي، وقف الحرب، لكن ربما لأن كل مجموعة في مكان تقع تحت تأثير الموقع الجغرافي الذي هي فيه. لكن عندما نجتمع ونناقش هذه القضايا نجد أن احنا كلنا متفقين وكلنا نريد أن نوحد هذه الجهود لكي نصل إلى النتيجة التي نريدها لليمن. هل صحيح أنه يعني جناح المؤتمر داخل اليمن خصوصا في صنعاء يخضع للحوثيين قرارا وسياسة، والقيادات الموجودة في الخارج ربما إشارة إلى حضرتك مقربة من أحمد علي عبد الله صالح، بالتالي لها علاقة أكثر أو تفاهمات أكثر مع القاهرة والإمارات، وجناح ثالث مؤيد للشرعية ومرتبط بالرئيس عبد ربه منصور، هل هذه تقسيمة سليمة؟ أنا قلت لك أن هناك تقسيم جغرافي، تمام، لكن قضية عن التوجه السياسي. لكن أنا أعرف أن الإخوة في صنعاء بكل تأكيد يتعرضوا لضغوط من أنصار الله، وهذا الذي أدى في النهاية إلى أن تتغير الدعوة لكي يفرضوا عليهم المشاركة معهم في الذهاب إلى جنيف، ولم يحدث هذا لأسباب تعرفينها ولا شك. بالنسبة للرياض والقاهرة، أنا أعتقد أن هؤلاء هم قريبين جدا من بعض فيما يتعلق كما قلت بالهدف الرئيسي الذي يؤمن بالمؤتمر الشعبي العام، والذي يضع كبرنامج السياسي للمرحلة القادمة في إطار المفاوضات القادمة. أحد المتحدثين باسم أنصار الله يقدم نفسه على أنه محلل سياسي تحدث عن ترتيبات يقوم بها الحوثيون من أجل السيطرة على حزب المؤتمر، بل إنه غرد عن أخبار مؤكدة وصلته من مصادر داخل جماعة الحوثي قرر فيه الحوثيون بحسبه تعيين مشرفين على حزب المؤتمر في كافة المحافظات وتعيين مشرفين على حزب المؤتمر العام خارج اليمن. مؤكد أن مثل هذه المحاولات تحدث، لكن هل نجحت هذه المحاولات؟ لكن هل تنجح؟ أنا لا أعتقد أنها ستنجح. معلومة ولا رأي؟ لا معلومة. 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 يعني ليس هناك تدخل من قبل الحوثيين في قيادات حزب المؤتمر. لا. هناك كما أشرت سابقا هناك ضغط على قيادات المؤتمر، لكنهم لم يستطيعوا فرض ما يريدون على قيادات المؤتمر.